السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو عاجل من وزارة التربية لطلاب المدارس بخصوص الدوام الرسمي للعام المقبل. حسمت وزارة التربية مصير الدوام الرسمي العام المقبل فيما أشارت إلى أهمية امتلاك قاعدة مستقبلية من التعليم الإلكتروني. وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق أن الوزارة هيئت أن يكون الدوام حضوريا في العام الدراسي الجديد بعد توجه عدد كبير من المواطنين لأخذ اللقاحات. واختتم فاروق حديثه بالقول إن الكثير من الأطفال عانوا خلال عام ونصف العام من مرض التوحد وأمراض أخرى نتيجة الجلوس في المنزل، لذلك أصبح الدوام الحضوري ضروريا مشددا على ضرورة التركيز على الإجراءات الوقائية والتعليمات من أجل مستقبل وطن آمن وصحي. توضيح لهذا الخبر، هذا الخبر نزل قبل قليل من وزارة التربية رسميا، حددت مصير العام الدراسي المقبل هو دوام حضوري. يعني يقول الحيدر فاروق المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق يقول هيئة الوزارة أن يكون الدوام حضوري في العام الدراسي بعد توجه عدد كبير من المواطنين لأخذ اللقاحات، والتعليم الإلكتروني سيكون مرافقا للتعليم الحضوري.